قضية اعتقال مؤسس التليجرام بافيل دوروف في فرنسا تشهد تطورات لافتة. الإمارات تعلن عبر وزارة خارجيتها متابعتها لدوروف كمواطن إماراتي، وتقدمت بطلب عاجل إلى الحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية. ودوروف سبق أن حصل على الجنسية الإماراتية علما أنه روسي الأصل، كما أنه يحمل الجنسية الفرنسية. وفي هذا السياق دخل أيضا على خط قضية دوروف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أنه لا توجد دوافع سياسية وراء الاحتجاز، في أول تعليق رسمي من فرنسا على احتجاز دوروف. وعلى الفور نشر الادعاء الفرنسي أسباب استمرار الاحتجاز، حيث يجري التحقيق معه في اتهامات عدة تطال تطبيق تيليجرام، أبرزها استغلال الأطفال في المواد الإباحية، الاتجار بالمخدرات، الاحتيال وغسيل الأموال، السماح للمجرمين بنشر محتواهم.